بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، إخواني متتبعي ومتتبعات قناة محمد برو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان، أجد اليوم نشارك معكم واحد الفيديو. الأجواء كي دايرة، الجو كي داير بمنطقة قرية أركمان، الضباب، ثيوث صبح النهار قاوم. إخوان، منطقة قرية أركمان نواحي أيلمان، الجو كيتواجد المسجد، كما مسجد التوبة، الأشغال ديالو هرا فين وصلت الأشغال ديالو مسجد التوبة. قال تدهن الإمام البيت الوضوء، نزيل الإمام وبيت الوضوء. اللهم بارك وزيد في ذلك يا رب العالمين. اخوان، ما روني خصني يساهم من دانيتان. يتفضل يساهم، مازال قيمان غاتشين عاد مازال يقيم المسجد، باقي المسجد عاد باقي النوافذ يعني ما خالصينش، باقي يقيم الصباغة، يقيم الزليج، يبيت الوضوء، منزل الامام، مازال قيمة يدا. الله يحفظكم اخوان جميع المحسنين المحسنات بفضل
جميع المحسنين والمحسنات سيتم بناء هذا المسجد إن شاء الله. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.